السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة أم أماني. إن شاء الله راكم كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله راح نشارككم نوع من أنواع المملحات اللي راح نحضرهم في ليمول تاع 26 ألف. هذا الليمون اللي كانوا عملوا ضجة كبيرة سواء في تحضير التحليات أو ليغراتان، اليوم جيتكم فكرة جديدة راح نحضر فيهم هذا النوع من أنواع المملحات الفردية. يجوا بزاف خفاف، عجينة قطنية وحشو بزاف بنين. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بسم الله، نبدأ على بركة الله. أولا راح نحضر العجينة. راح نحتاج إلى كأس من الحليب الدافئ. هنا حجم الكأس هو 250 مليلتر، هذا هو الكأس اللي استخدمته. نضيف فوقه مغرف كبيرة من خميرة الخبز تكون ممسوحة ومغرف كبيرة من السكر. نحرك الحليب مع الخميرة والسكر، نغطي عليهم ونخلي الخميرة تتفاعل. هنا بعد ما تفاعلت الخميرة راح نحرك ونضيف باقي المكونات. راح نضيف ثلث كأس من الزيت. الكأس اللي قصت به الحليب هو اللي راح نقيس به الزيت، راح نقسمه على ثلاثة ونضيف ثلث كأس من الزيت، يعني أكثر شوي من الربع. نضيف الملح، بياض حبة بيض والصفار نحتفظ به ندهن به المملحات فيما بعد. راح نحرك المكونات مع بعض وراح نجمع بالفارينة. نضيف الفارينة بالتدريج حتى نتحصل على عجينة لتكون طرية. راح نحتاج حوالي إلى 3 كيسان من الفارينة. راح نضيف 2.5 كيسان ونص كاس راح نضيفه بالتدريج حتى نتحصل على عجينة كما قلت لكم تكون شوية طرية تلصق في اليد، ما لازمش ننشفها، حتى نتحصل على مملحات يكونوا خفاف. راح نجمع فقط بالفارينة بلا ما نعجنها، نغطيها ونخليها تختمر. نحضر الآن الحشو. إذا كان عندكم الوقت تبلوا الدجاج واحتفظوا به في الثلاجة من بعد حضروا العجينة. أنا راني حضرته مباشرة بعد ما حضرت العجينة. هنا راح نحتاج إلى كمية من صدر الدجاج، قطعتها إلى قطع صغيرة، تبلتها بكمية من فلفل الكحل، زنجبيل، الكركم، التوابل خاصة بالدجاج، كمية من فلفل الأحمر، نالي حب الحار يدير الحار، أكيد الملح، ومغرف صغيرة من المطارد. راح نحرك التتبيلة مع الدجاج. في مقلاة حطيت 2 مغارف كبار من الزيت وحطيت فوقهم نص حبة من البصل اللي قطعتها إلى شرائح. بعد ما يذبل شوية البصل راح نضيف حبة من الجزر يكون مبشور يعني مسكرفج. راح نخلط حتى يذبل البصل والجزر، من بعد راح نزيد للنار ونضيف الدجاج. نبدا نزيد للنار حتى ما يخرجش الدجاج العصارة تاعو، ونحرك حتى يطيب الدجاج. هنا بعد ما يطيب الدجاج راح نطفي ونخليه يبرد. نرجع الآن للعجينة بعد ما اختمرت وضعف حجمها بهذا الشكل. نرش طاولة العمل بكمية من الفارينة وراح نهبط العجينة. كما قلت لكم العجينة شوية طرية، يعني راح نستعين بكمية من الفارينة حتى نشكلها. رشيت كمية أخرى من الفارينة وراح نقسمها لزوج كويرات، هكذا راح تساعدني في الخدمة. نشكل الكويرة الأولى، من بعد نشكل الكويرة الثانية بنفس الطريقة ونخليهم يرتاحوا من 5 ل10 دقائق. من بعد راح نرش كمية من الفارينة من تحت ومن فوق وراح نفتح الكويرة الأولى بعد ما ارتاحت. هنا البنات من الأحسن نفتحها على شكل مستطيل أو مربع إذا استخدمتوا المول المربع أو المستطيل، أما إذا استخدمتوا الدائري ما عندكم حاجة ممكن أنكم تفتحوها بشكل دائري. هنا راح نفتحها بشكل رقيق، ما لازمش تكون خشينة. هذو هما الليمون اللي راح نستخدمهم كما قلت لكم على شكل مربع. راح نحط المول فوق العجينة، من بعد راح نقطع. البنات هنا راح نقطع أكثر من حجم المول لأني راح نطلعها على الأطراف. إذا بعد ما نقطع العجينة بحجم المول راح نشكلها في المول. نهز مربع من العجينة وندخله داخل المول. نضغط على العجينة ونطلعها للفوق ونحاول نخرج الهواء داخل العجينة. كما قلت لكم العجينة لازم تكون رقيقة، ما لازمش تكون خشينة لأنه راح تتنفخ كي ندخل هذا الفرن.
بالنسبه للزوائد من العجين، اما نحيهم بالمقص او بالموس، يعني بالمقص راح تكون عمليه طريقه عمليه اكثر. نكمل نشكل العجينه بنفس الطريقه. كما قلت لكم نحيو كميه الهواء الموجوده داخل العجين، وراح نضغط الزوائد، راح نحيهم اما بالمقص بهذه الطريقه او نحيهم بالموس. نكمل بنفس الطريقه. من بعد راح نحشيهم بالحشو اللي كنت حضرته بعد ما يبرد. لازم الحشو يكون بارد. راح نحتاج ايضا الى كميه من صلصه الطماطم الخاصه بالبيتزا، اذا ما كانش هذا الصلصه راح نضيف للحشو كميه من مايونيز، مغرف كبيره حوالي من مايونيز او كميه من الكريمه السائله حتى ما يجيناش الحشو ناشف. راح نحتاج ايضا الى كميه من جبن الساندويتشات، اذا راح نحط كميه قليله من صلصه الطماطم كطبقه اولى. من بعد راح نمشيها على كامل العجينه. كما قلت لكم راح نعمل كميه قليله فقط من صلصه الطماطم، نضيف فوقها الحشو اللي كنت حضرته بعد ما يبرد. هنا اذا كانت كميه الدجاج اللي عندكم قليله، ممكن انكم تزيدوا تقليوا كميه من البطاطا، تقطعوها الى مربعات وتقلوها، وراح تضيفوا لها كميه من المايونيز كما قلت لكم او الكريمه السائله حتى ما يجيكمش الحشو ناشف. من بعد راح نضيف قطعه من الفرماج، نضيف القطعه بلا ما نقطعها، نضيفها كامل بهذه الطريقه. نهبط العجينه على الاطراف هكذا، نتاكد انه الحشو ما يخرجش خاصه الفرماج. اذا راح نهبط العجينه. هنا كميه العجينه بدنا تكون قليله، ماشي راح تكون كميه كبيره حتى ما تحصلش على مملحات تكون معجنه. قطع العجينه هنا البنات راح نقطعها بحجم المول، ماشي اكثر من المول، بحجم المول، وراح ندخلها هنا نستعين بموس. ندخل العجينه حتى ما تتحلش كي ندخلها للفرن. راح نكمل بنفس الطريقه. ممكن اني نعوض جبن السندويتشات بالجبن المبشور. كما قلت لكم العجينه لازم تكون رقيقه. بعد ما نشكل كل كميه العجين، هذه الكميه تعطيني 12 المملحه، راح نخلي المملحات يختمروا من 15 دقيقه حتى 20 دقيقه. هنا بعد ما اختمروا راح ندهنهم صفار حبه البيض اللي كنت احتفظت بها، ضفت لها كميه قليله من الحليب، وراح ندهنهم من الفوق بالبانسو. بعد ما ندهن المملحات نرش عليهم اما جنجلان اما سانوش، يعني واش عندكم، وندخلهم الفرن يكون مسخن مسبقا على 200 درجة مئوية. هذا هو شكل المملحات بعد ما خرجتهم من الفرن، خذوا هذا اللون الرائع. كما قلت لكم بعد ما تضيفوا الطبقه الثانيه من العجين لازم تضغطوا بالموس على الاطراف، تدخلوا العجينه هكذا المملحات تحافظ على شكلها والحشو ما يخرجش كما راكم تلاحظوا. بعد ما نخرجها من الفرن مباشره راح نجوز الموس على الاطراف هكذا، راح نحي المملحات من الليمون بكل سهوله. راح نحطها فوق اون غري ولا مشبك ونخليها تبرد شويه، من بعد راح نقدمها. وهذا هو شكلها النهائي في صحن التقديم، مملحة فردية شكلها رائع، ذوقها أيضا رائع. البنات نتمنى أنكم تجربوا هذه الوصفة، يعني اليوم عطيتكم فكرة جديدة لهذا النوع من الليمون. راح نحصل على مملحة قطنية، شوفوا البنات شحال خفيفة. هل العجينة ممكن أنكم تحضروا بها عدة أنواع من المملحات. هنا راح نقطعها حتى تشوفوا الحشو من الداخل، شوفوا البنات راي تشهي. نتمنى البنات انه وصفه اليوم عجبتكم، تجربوها ان شاء الله وتنجحوا في تحضيرها وتشاركوني تطبيقاتكم. ما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء، نلتقي ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده باذن الله.